السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الزول فلا كنت في حداي. نبداو الفيديو تاع اليوم بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الف صلاه وسلام. خياتي، بديتكم الفيديو بالنهار هذا بالقهوه تاع الصباح بالمسمن والقريوش. الله الله، ان شاء الله يكون في خاطركم. بيان سور درتهم كامل في هاد لي روسيت، درت لهم في زوج معكم. اكيد سوري مثلتي حذاي اقري كراد قد فؤاد نفذا لا جورني ناستي سيت القهوه من كون يوك ام دايريني مراك من لا تقيد القهوه انا الصباح. بيان سور شطح المسمن شويه القريوش، انا قاش قمنات صبت قاش تملاجين بوغ انا ساهو خطي مش تشخي الله مش تشخي الله خطي خطي اشعك شطح القريوش قذيفكي. نورمالمون اكيد تواجه تخدم مع دلوج تاكي كي تكون ان شاء الله انت تسيمت وسيدي كي انت ديسي انا سنتي نعطيك الصحه انا انت فرانت انا دش كي تنت. خياتي، حبيت نقولكم بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي سيين اللي رسد تاعك وخرجونا هايلين بالنسبه للمسمن والقريوش، نقولكم يعطيكم الصحه ونقولكم ربي يخليكم. قالوا لي خرجونا هايلين، الو نقولكم بصحتكم خياتي. اذا خياتي اليوم راح يكون روتين محفز شويه. احقا نسيت جمعه مباركه للجميع على خاطر راني في نهار الجمعه. راح يكون روتين محفز خفيف برك وما راحش تكون وصفه زعما. اليوم راح يكون برك فطور خفيف. كني كنت دنيا في حذاي جمعه مباركه، ان شاء الله الجمعه تمربوح في الكلي. فوالا كنت ديني راسي كيني تيلي كان لا روتين كي كيني كنت تدخل مع شطح بوج كيني كنت تقرا غام كولاس ام يفيدي شبان كيني يتيوع شطح يتيوع شطح تنكاس صباح يتيوع شطح باش تسد واردون فورم يجي قام اسود دوك القهوة ما صفد دوك يماني مشوية باش كنا توالض. يا لا روسيت لا روسيت سي كوت واش لا روسيت تدخل معاك شطح الفازور ذا خفيفان. ان شاء الله تسادين في الوقت يجارزني كذي كما قلت لكم خياتي، ان شاء الله تجوزوا اوقيتها هايله معايا. خليكم معايا وتبعوا الفيديو حتى للاخير. وحبيت نقول لكم حاجه ثاني، ما تنسونيش باللايك وبالكومونتير وبالابوني بالنسبه للاخوات الجدد، والبارطاج بيان سور خياتي هذاك اللي كبر العائله تاعنا. وما تنسوش الجرس، فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. كي كنت الدنيا في حذاي هي تسوي مثلا صل لايك يقدر الابوني يقدر البارتاج يقدر لا فامي كنت يقدر يستمثل كنت اكود لا كلوشني تسوي مثلا فعل مثلث باش كنت تنزل حق كل جديد. هذه هي في حذاي اكون تجار يقدر لا فيديو. وهنا خياتي نحب نغتنم الفرصة ونهضر مع وليدي مع صباح ربي كي يكون واحد بيان سور مازال المورال تاعو طالع. على بالكم كي نصف النهار ولا تبداي شغل تاعك ديما مع العياط والزعافات وشغل هذا وديري هذه وزيدي هذه. ألوغ خياتي نغتنم الفرصة كي نوض صباح نقصر شوية معاه هكذا ونسقسيه إلى كاش نسقسيه على بزاف أمور.
كي جيني تسيري صباحا كينا في حباي ما تكره صباح دي فوا كي تواجه مثلاني برونشي على طابلات مي دي فوا سقسي عفية قرغاس هطرغاس تبروفي تاعك انت صبحيتني ما يجي مدام امدان الموالي سيولي اللي هذا شطح الوالي ويس العقل وطنكو عاد نبدا شغل خاطر فوت نبدا شغل تزار مفهمش القيلة وهنا خياتي راني درت كويس تاع القهوة باش نقعد بها راسي وكيف سنتي حليلة قيل فمت فنجان القهوة غتسقى لي سقريو. وهنا أخياتي حبيت نعاود نقولكم على هذيك التدبير اللي قلتها هذيك النهار في الفيديو تاع لي طارت ولات وقيله على هاد الليمون. الليمون هذا عنده 8 شهور في الفريجيدير وهو بهذه الطريقه كي كنت ادينا في حذيفه كنت تفكي لاستوس غينيس خدام غير ليم يسعى واحد 8 وقوز داخل الفريجيدير يشتوى انا ثم قرانتي تدبي راس غوز بون ما جانفي وحد ربي قفوجك نهارش بدر بمقفل جون في هيد بوغ جمعة ثكاكي وليم ثقيو 9 عشرين هادي ما عندهاش 10 فالفريجيدير وشوفوا هادي عندها كتر من 8 شهور في الفريجيدير بيان سور تجبدي الالومنيوم تاعك من الجهة اللي تبريي وتديريها بهاد الطريقة تستحفظي بها هيلة. وهنا جبت لكم اليوم راح ندير معكم حاشاكم الموبل دو شوسور راح نتوايه وراح نحي كامل الصبابط حاشاكم اللي صغار راح نمدهم اللي ماشي ملاح راح نرميهم اللي ماشي مغسولين راح نغسلهم بيان سور راني جبت سليله امي كنت دنيات حدايا سقيت خمار الموبل دو شوسور راكي حاشاكم تيتقادوك لي. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي على لي موبل شوسور تاعهم اللي عندهم الريحه نقول لكم خياتي كي تجيو تخيروا الموبل شوسور لازم تخيروا واحد عنده هاد الفتوحات للتهويه شفتوا معايا هاد الفتوحات للتهويه هما اللي يخليكم يخليو صبابط حاشاكم يتنفسوا وما تكونش ريحه فيهم. وبيان سور التنظيف المستمر لازم يكون كني كنت دنيا تي حذاي توجا مثل العفايس نيتي شبحانين نسيت كي كتر كتجن يصبون حاشاكم هذي ريسبيرين. وهنا راني سليكت ورجعتهم لبلاصتهم قلت لكم اللي راح نغسلهم راح نغسلهم واللي راح نرميهم نرميهم واللي شفتهم ملاح هكذاك راح نمدهم ان شاء الله. لكن كنت دنيا تي حذاي ذا قثن صق ما كلش على كلش مكانيس واذا لا سير ذا سير ذا ثن واذا لا مدة ضعفنا في المدة وإذا دي قيمة فن إيفان رخنا في نسير ذا. وهنا راح نجوزو الفطور راح نبداو كما قلت لكم راح يكون شي عبارة عن بطاطا مقلية شوية سلطة شوية مقليات لكن كنت دينا في حدايا ساقي لارو ستوجاش عاد نخدم كاش شويه اللي فريت شطوح ان شاء الله دارو كلي شطوح الحاجة وكيش نتنو كلي عاد نسدي كان نمشي لي نستزلا. وهنا خياتي كما راه يبان لكم راني دوشت الفؤاد قبل ما نفطر برك كتسوم في حدايا اذا قدي وش راسي فؤاد. وهنا حبيت نوري لكم المشه تاعي كيفاش كانت كانت تجبد لي في لي زور ياك قلت لكم فريد دوات هي توتلاجوني وهي تلعب فريد دوات بهذه الطريقه راهي كمشتهم كامل كتسوم في حدايا كنت تسكن عم شي نعم شي اللي يلعب ساري دواتني تفاصيل يسكي مشيتنا كي تشيثنا كلي هاثا نتا كنتي دي سفان وشي فرنديس يفان عيناني. وهنا خياتي راح نقولكم راح نخليكم مع الفيديو فرجة ممتعة نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل وحفزتكم باش تديروا شوية شغلكم. هذه هي الطاولة تاعنا لهذا اليوم هكا هي تحذية كنت ديني غنلحق فاقرة لا فيديو ان شاء الله اللي غادي الخاطر كنت ان شاء الله خما كنت تشطح لا فولونتي تكرم تدخل مشطح الشغل ان شاء الله اللي غادي الخاطر كنت تسقيني دوكيني دي مخليني النا ايه هي كا جا كنت لهنا ارتملي لي تدي لا فيديو نظن اثي حذية.